يبقى إذن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وشوف كلمة أنعمت، الإنعام جاي ألف اللي تقيدوا بالتكليف. الإنعام جاي في مين؟ في من تقيدوا بالتكليف. وكل من أحكم في نفسه قيد التكليف كان أشد إنعاما. يبقى التكليف ده جاي ليه؟ جاي للإنعام. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن فيه إيجابية أنعم عليهم، إنما التانيين مقابلهم اتنين، لا أكون من إيه؟ من المغضوب عليهم ولا من الضالين. إيه الفرق بين المغضوب عليهم ومن الضالين؟ المغضوب عليه من عرف الحق وكابر فيه ولم يأتي، إنما الضال غلبان ما لقاش حد يهديه وعمال متخبط ولا لكن طب وما ذنبه؟ قال لك كان واجب إنه يبحث في هذه المسألة، وقال لا يجعل مسألة دينه أدفع المسائل ما يتعرضش لبحثه. ده لو قالوا له هنغير بطاقة التموين على البقال الفلاني هيقعد يبحث ويشوفها إيه ولا، فلما يجي يقول له الدين ما يهتمش بالدين، يبقى كان الضال ده جه ليه؟ ولذلك جه في المرتبة الثانية. هو صحيح ضال ومش عارف مش مهتدي، ما حدش عرفه الحقيقة، إنما عاش على غش الغير ولم ينبه ذهنه لأن يبحث في الوجود كله ليعرف المنهج. إنما دوك عارف المنهج وبعد عنه. ليه؟ لأنه ملوش طاقة على تبعاته، ملوش طاقة على تبعات المنهج. ولذلك العرب لما جه الإسلام وبعدين قالوا له قولوا لا إله إلا الله، بلك عدم قولهم ليه؟ دليل على إنهم فهمينها، فهمين مطلوبها. لو كانوا يعلمون أنها كلمة تقال وتصنع هدنة بينهم وبين محمد لقالوها، إنما عارفين مطلوب لا إله إلا الله يعني إيه. عارفين مطلوب لا إله إلا الله، ولذلك ما قالوهاش لأنها هتعمل إيه فيهم؟ هتديلهم منطقة تكلفية وتخليهم زي الإيه؟ زي الناس. إذن ففيهم غير المغضوب عليهم هم الذين عرفوا المنهج، ولكن كبرياءهم وحبهم للسيطرة والطغيان ما خلهمش يروحوا له، هذا المغضوب عليهم. والضالين هم الذين تعثروا ما يعرفوش طريق الإيه ولا بحثوش. فإذن لما نيجي لما تيجي كلمة ضالين كده تقوم تاخد معاني متعددة، يعني مثلا فعلتها إذن وأنا من الضالين، منش عارف الحقيقة فين، يعني مش كنت عارف الحقيقة وعدلت عنه، أنا بس منش عارف الحقيقة. طب ووجدك ضالا فهذا مضطرب، شايف سلوك جاهلي ومش عارف لسه ما جالوش منهج من السماء، مش كده يبقى فيها طبيعتي يوم هذا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تنسى. إذن فكلمة الضلالة تأتي بمعاني إيه؟ معاني متعددة. أو المغضوب عليهم هم الذين لم يكتفوا بضلال نفوسهم وإنما حاولوا أن يضللوا غيرهم. فالذين يضلون يضلون أدي قسم، ويضلون ويضلون أدي قسم إيه؟ أدي قسم آخر. يبقى إذن المغضوب عليهم هم الذين ضلوا وإيه؟ وأضلوا. والضالين هم الذين ضلوا وإنما ما أضلوش غيرهم، كانوا إيه؟ تبيع. ولذلك استبرأ الذين إيه؟ اتبعوا من الذين إيه؟ اتبعوا. قالوا يا ريت لنا كرة عشان نتبرأ منكم زي ما تبرأتم منه.